السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح احكي عن موضوع اخر مقطعين او مقطع، واللي هو عن شخصية هايزو. هو يفتهموني بشكل غلط، وايضا هاي الحلقة تعتبر من سوالف جينشينية، واللي هي السلسلة مجرد اجي بها موضوع واتكلم بي بشكل عام. طبعا للتوضيح نزلت مقطعين قبل عن شخصية هايزو. المقطع الاول يعني ما انتقدت بي ولا تكلمت عنه بشكل رئيسي، مجرد قلت انه تقليد الكازو هو ممكن يكون شخصية تسليك. وبذاك الفيديو نقدت النقد الاساسي هو للشركة، انه ليش الشركة ساحبين على جينشين امباكت، وحرفين كانوا مغلسين او مطنشين سالفة جينشين امباكت. ها عندنا لعبة اسمها جينشين امباكت؟ لا لا، مشتبهين انتم، مش غلطانين، ما عندنا هيك لعبة. ومركزين على العاب ثانية، هاي اللعبة اللي اسمها زي زي زي، والعاب مال تونكاي امباكت وباقي الالعاب. وحاليا طلع قاعد تبدي تطلع منافسات الجينشين من الالعاب نفس. حاليا اللعبة اللي مكسرة الساحة واللي هي تاور او فانتزي، على الرغم لحد الان ما نازلة، لكن يشوفون الناس كلها تحكي عنها وكلها تمدحها. فهاي دليل انه بالمستقبل ممكن تطلع العاب تتخطى جينشين، مو قصة تفضل من جينشين، لكن تتخطاها كجمهور او تتخطاها كناس كثر الناس اللي يحبوها. فانتقدت اللعبة انه مغلسين على سالفة التحديث، وحاليا نزلوا، اعتقد البث المباشر نزل، فلحد الان ما شفته، وصراحة ما ادري لا راح اشوفه، ما ادري اضيع وقت، لانه انا تقريبا اعرف الاشياء قبل لا ينزل البث، سربت اغلبية الاشياء الجديدة فاعرفها، ولحد الان ما شفت لا العرض التشويقي ولا اي شيء. فبشكل اساسي نقضي بذاك المقطع كان للشركة مو للعبة. المقطع الثاني اللي تكلمت عنه واللي هو اخر مقطع، واللي هو مدى الصراحة لا قبل يومين او اكثر، تكلمت عن انه شخصية هايزو انا اشوفها ممكن يكون التسريب مالت اللعب مالتها او القتال يكون كذب. السبب انه حاليا راح اخليكم مقطع يبين لكم انه عدة تشابه هواي مع شخصيات ثانية، يعني عدة تشابه هواي مع حركات شخصيات ثانية، وكأنما الشخصية هاي مجمعة حركة منها حركة منها حركة منها. فأنا شكيت بنقطة، الأشخاص اللي يفتهمون بالبي سي يعرفون انه الشيء رهيب بالبي سي انه حرفيا تقدر كل شيء تسوي بيه. واحدة من الأشياء تقدر تسوي بيه هي مثلا ملفات اللعبة الحالية، انا اقدر ادخل على الملفات، وطبعا هاي اشياء الله كيف واحد يسرب اكيد يعرفون شلون يدخلون للملفات ويدخلون ويلعبون بالملفات على راحتهم. اعتقد شايفين انتم مقاطع مثلا واحد يكتب بالشات مالت اللعب مثلا 999 وتشوف الطا 999 برايم وجيم. فالفكره الرئيسيه انه لا انت تعرف تلعب بالملفات، كل شيء تقدر تسوي بالنسبه لهاي النقطه. فسربونا من خلال هاي الطريقه هواي تسريبات. فتكلمت انه ممكن يكون غلط، انا طيت حتى قلتها 50-50 سميتها، انه 50% ممكن صح و 50% غلط. النقطة الاساسية اللي اعتقد اكو جزء غلط علي واللي هو ما وضحتها، نقطة انه اني هل اكره الشخصية، وشفت هواي بالتعليقات مفتهميني غلط، واللي هم يقولوا لي لا الشخصية رهيبة، طريقة لعبة اسطورية، الشخصية حلوة، الشخصية حلوة، حرفيا كل التعليقات هي بمجرد مدح للعب او طريقة لعب الشخصية. وهنا النقطة الاساسية، اني ما اكره الشخصية، بالعكس انا اشوف الشخصية هايزو كلش رهيبة الى طلع التسريب مالتي طريقة لعب صحيح. وطبعا للأسف التعليقات المقطع الاخير ما شاء الله السب انواع يهائن، فحرفيا كل انواع السب والشتم موجود كان باخر مقطع. هاي النقطة الاساسية اللي للأسف مجتمع جينشين اتمنى يتخلص من عدها، نقطة انه لا شخص مثلا انتقد شخصية معينة، مثلا جاب هاي الشخصية قال لك والله طريقة لعبها زبالة، والله طريقة لعبها مو حلوة، انت مجرد هو نقدها، سواء النقد يا شباب سواء النقد كان قوي او كان مجرد نقد او ما عجبتني طريقة لعبها، هذا لازم تتقبله غصبا عليك، كون تتقبله. انت شلون مثلا انت هسه اجيت اعطيت رأيك بلعبة ثانية،
اصحاب تخيل انه يلعب ذيك اللعبه يجي يقول لك تشيب ما عليك ما لك دخل خلي رايك. ففهمت اعتقد الفكره انه انت الى ما تقبل شيء ما تقبل تنتقد اللعبه. هي بالاخير اي لعبه اي شيء بالعالم ينتقد، اي شيء بالعالم ينتقد، ماكو شيء اسمه خط احمر هذا بالانتقاد يا شباب. ماكو شيء اسمه انا اجي تجيب لي شغله مثلا تجيب لي وزاره مثلا، انت عندك وزاره التعليم جبتها انتقدها اقول وزاره التعليم زباله، اجيب وزاره الدفاع وزاره الدفاع زباله. هذا رايي، هذا نقدي والنقد من حريه شخصيه غصبا عليك تتقبله. فسالفة نقد الشخصيات دائما اشوف الاشخاص اللي ينقدوها يعني ينقدون جينشن، قصدي ينقدون جينشن او حتى يتكلمون كلمتين عن جينشن سواء صح او غلط، هاي النقطة راح ارجع لها بعدين، دائما يحاربون. يعني انت حكيت على شخصيتي انت طوط ودي بذي الشتايم والسب والاهاين ويصير اثنين بربع حرفيا. فهاي النقطة الاساسية للأسف مجتمع جينشن يعني يحتاج يغيرها، يحتاج يعوف هاي العادة واللي هي عادة انه اي شخص يتكلم عن شيء قبل يسبونه، وللأسف هذا الشيء كلش منتشر. واني ما اقول كل المجتمع لا، هذا دائما عندنا مقولة واعتقد الكل يعرفها، قول للامام علي عليه السلام يقول انه اعتقد كان قول بمعنى انه اللي يعمم التعميم لغة الجهلاء، فدائما يعمم هو جاهل. فانا اقول اغلبية او نقول 90%، انا اعطيكم نسبة كبيرة لانه انا شايف انا محتك في المجتمع وشايف تفكيره طريقة تفكيره، وخاصة انه انا صار لي سنة كاملة انشر محتوى عن جينشن للمعلومة كمعلومة اضافية. انا باليوتيوب من 2015 جربت كل انواع القنوات كل انواع المجالات دخلت فيها، فلذلك انا محتك تقريبا بهواي مجتمعات. الانمي كان عنده قناة انمي مثلا، قناة الميمز كان عنده قناة ميمز، انواع واشكال القنوات كانت عندي. فهاي القناة يا شباب هواي مفكر انه الاولى، لكن لا انا من زمان عندي قنوات واعرف المجتمعات اغلبيتها. فاشوف مجتمع جينشن بدايته بالبداية من كان عدد قليل يعني كم الف، كان مجتمع حرفيا اسطوري، هاي بس يقول عنه اسطوري. يعني مثلا انت ما تعرف شغله علموك، انت سوي شغله غلط صح حولك. حاليا مجتمع جينشن للاسف تحكي جبت شخصيه هايزو، والله شخصيه هايزو يا شباب اشوف طريقه لعبه اكل خرا، انت ايش عرفك انت جاهل انت شو تغلط عليه، وحرفيا يصير عليك الشتائم والغلط حرفيا اثنين بربع. وهاي اللي صار باخر مقطع اللي يريد يستمتع. طبعا انا نسيت بعض التعليقات اللي ما لها داعي يعني صار بيها سب او غلط او حتى اهانة، فاني حذفت ذن التعليقات. وصراحة بشكل عام يا شباب انا ما تأثر بهيجي تعليقات، يعني غالبا التعليقات اللي اشوفها بيها مو نقد يا شباب، هي مشكلة بالتعليقات مو نقدك، المشكلة بالتعليقات يسبك، هاي النقطة الاساسية. فاني اللي شفته يغلط خلي اشيل تعليقه، لكن اللي شفته يطي رأيه او يكلم بشكل طبيعي ما صراحة اشيل تعليقه. وبالعكس اكو كم تعليق كلش رهيبات الى لقيتهم راح اخليكم اياها. فالتعليق الاول اللي عجبني واللي هو تكلم عن نقطة قال انه التسريبات اللي عن الجيم بلاي، وهاي انا عرفها لانه العب اللعبة من اول يوم، التسريبات عن الجيم بلاي دائما تكون صحيحة، وهاي النقطة اتفقوا يا دائما يكون التسريبات الجيم بلاي هي التسريبات الوحيدة اللي تطلع صح دائما، عكس مثلا تسريبات البنرات، وهواي شفنا تسريبات بنرات بفترات الراحت واغلبيتها طلعت خطأ ما عدا تسريب واحد واللي هو قال انه البنرات راح يكون يا لان وشاو وبنر وبعدها راح يجينا ايتو، هذا التسريب هو كان صحيح. واكو قبله تسريبات واعتقد هواي شافوا انه راح يجي كازو هلا راح تجي واللي هي يوميا. فبشكل اساسي تسريبات البنرات أغلبية الوقت تكون مشكوك بأمرها، هاي النقطة الأساسية. أرجع أقول يا شباب أنا شخصية هايزو كلش كلش عجبني طريقة لعبة، وعندي سببين يعجبني طريقة لعبة. أولا يا شباب أنا لاعب قديم، لاعب اللعبة من أول يوم حرفيا، اللعبة لطشت بيها واللعبة حلبتها بكل الأنواع، بحيث أنا مجرد أعتقد فترة شهر اكثر من شويه، طبعا هذا الفتره هاي متقطعه،
ما قدرت ألعب اللعبة لأنه كنت ملتهي ويا فترة اختبارات وهواي أشياء. ف وطبعا هذا الشهر يا شباب مو حاليا، ما قاعد أتكلم عن الفترة الحالية، لا قاعد أتكلم عن بداية اللعبة. بديت تقريبا من نص، يعني تقريبا فترة الشهر، بس هذا الشهر متقطع، يعني مثلا أسبوع ألعب، يعني من أسبوع كم يوم ما ألعب. فحاليا أنا رانكي 58.5، لكن إلى أني في ذيك الفترة كملت اللعب. أصلا حاليا عندي هواي مهمات وعندي هواي مناطق وجزر ما مخلصها 100%، فلا خلصتها ممكن حتى يصير رانكي 59، يعني تقريبا وصلت لنهاية اللعبة، لأن نهاية اللعبة رانك 60. نهاية اللعبة للمعلومة، مو أقصد يعني هذا، لكن أقصد أنه بعد أعلى رانك باللعبة. فأشوف أنه مليت من طريقة لعب جينشن. جينشن ما قاعد تعطيني شيء مميز بطريقة اللعب، لأنه كل الشخصيات جربتها، كل الشخصيات تقريبا عدي، يعني أغلبية شخصيات الفايف ستار يا شباب ترى عدي، ما عدا كم واحدة. فأشوف جينشن قاعد تتبع، ولو نظام الشخصية يا شباب مهما كانت تنزل راح تظل مملة صراحة، وخاصة الفترة راحت الشخصيات، الفترة راحت هي كلها شخصيات عدنا أصلا، يعني كلها ريران، أغلبية الشخصيات هي ريران. فمليت، ما قاعد تجينا شخصية جديدة. وحتى يالان من الشفتة من يالان ما أدر صراحة لا كان راح تكون رهيبة، لكن أنا إن شاء الله أتأمل إنه يالان تطلع رهيبة. وايضا النقطة الثانية، انا ما ادري ليش هواي اشخاص فهموني انه انا قاعد حارب شخصية هايزو، وبالعكس شخصية هايزو هي الشخصية اللي قلت اتمنى تنزل، اتمنى يطلع التسريب صحيح، بسبب يا شباب انه لا طلع التسريب صحيح، يعني جينشن قاعد تعطينا طريقة لعب جديدة، وطريقة لعب هاي هي فنون قتالية او ضربات يعني ما شايفين نفسها قبل. يعني هاي النقطة يا شباب راح تفتح لنا آفاق جديدة، واللي هي انه راح ينزل لنا شخصيات ما تعتمد على سلاح، يعني شخصيات ممكن تنزل لنا شخصيات بطرق لعب جديدة، ممكن تنزل لنا اسلحة جديدة. فهذا راح يفتح لنا شخصية هايزو، راح تفتح لنا آفاق جديدة، وهاي الآفاق ممكن يعني اي واحد ملان من اللعبة وملان من الشخصيات راح يتحمس انه يرجع يلعب. بس الصراحة النقطة ما عجبتني انه خلينا هايزو شخصية فور ستار، اتمنيت الصراحه هايزو يطلع 5 ستار. اول شيء شكله شيء شكله رهيب، لانه ماخذين مستوحينه من كازوها، وكازوها انا اعتبرها احلى شخصيه باللعبه من حيث التصميم تقريبا، طريقه اللعب يعني مو احلى طريقه لعب، لانه اعتبر تشايلد كلش حلو طريقه لعبه، بس طريقه لعبه ايضا ممتعه. فمستوحينه من كازوها، فشكله كلش رهيب وجاي بيرفكت. لكن شخصيه فور ستار مشكلتها الاساسيه انه راح تكون عندي الكل، فما راح تحس انه مميز. وثاني شيء الفور ستار غالبا ما تكون شخصيه ينسحب عليها، ما ادري ليش، لكن ما عدا كم شخصيه، طبعا اكو شخصيه فور ستار مستحيل ينسحب عليها مثل بنيت شينشو، عندك شانلينغ، لاني شخصيات اساسيه عند كل واحد، خاصه بالابيس، هذني شخصيات 100% موجوده بوحده من التيمات، هاي ماكو كلام بيها اصلا. ف يعني شخصية فور ستار غالبا يسحب عليها، اول ما تنزل يصير عليها ضجة اوه هاي رايبة، لكن ورا فترة هم ما تنسحب عليها. فارجع اذكر اني ما اكره الشخصية، بالعكس حبيت طريقة لعبها، لكن اني قاعد اتكلم بذاك المقطع عن ممكن يطلع هذا التسريب غلط. فا اوكي يا شباب، لهنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى اعجبكم المقطع. صراحة هاي السلسلة كلش ممتعة، لانه اتكلم بها براحتي، واللي ما يعجبه كلامي خلي يضغط الاشتراك، واللي يعجبه كلامي خلي يعطيني رأيه بالتعليقات. شكرا لدعمكم، واتمنى ماكو سب بهاي المرة بالتعليقات، خليني اشوف تعليقاتكم الحلوة. واللي وصل لهاي اللقطة من المقطع خلي يكتب لي رأيه الصريح بالشخصية، وهل هو متحمس لها او متحمس لغير شخصية، ويخلي بنهاية تعليقه. حاليا احنا 6.7 واللي هو عدد المشتركين، فخليه يكتب 6.7 بنهاية تعليقك، مثلا خلص التعليق اكتب 6.7 على مود اعرف انه انت وصلت لنهاية المقطع، وصراحة يعني انت اسطورة لو وصلت لهاي النقطة. فشكرا لدعمكم، اتمنى يعجبكم المقطع، ويه مع السلامة. تعالوا تابعوني على الانستغرام، الانستغرام دائما متفاعل، ويه مع السلامة.